أنا اسمي أيمن جاد، بشتغل مراسل تلفزيوني، موجود في ميدان رابعة العدوية من يوم 28 من بداية الاعتصام. كنت بغطي الميدان تلفزيونياً، مريت بكل الأحداث اللي في الاعتصام، بداية من أحداث الحرس الجمهوري والمنصة حتى يوم الفض يوم 14. يوم 14 يعني في بعض المعلومات جات لنا ان هيحصل فيه فض، فمع صلاه الفجر خدت الكاميرا بتاعتي وادوات الخوذه والكمامه ونزلت عشان اغطي عمليه الفض اللي ممكن تحصل لميدان رابعه العدويه. كان المكان اللي انا كنت موجود فيه مدخل رابعه العدويه من ناحيه المنصه والنصب التذكاري، تحديدا تقاطع شارع يوسف عباس مع شارع النصر. تواجدت هناك من تقريبا من الساعة 6:15 صباحا، بدأ هجوم القوات المسلحة والشرطة في الساعة 6:30، فبمجرد ظهورهم للمعتصمين من ناحية شارع يوسف عباس، من ناحية صلاح سالم ومن ناحية مصطفى النحاس، كان الهجوم بدأ من الطرفين. مجموعة دخلت جاية للفض الاعتصام من ناحية الحرس الجمهوري، والمجموعة الثانية جاية من ناحية مصطفى النحاس. بدأ المتظاهرين يعملوا سواتر من الطوب ويحاولوا اللي هم يرجعهم ويدفعوا عنهم هجوم القوات المسلحة والشرطة، ولكن طبعا بدأ الهجوم وكانوا داخلين بكثافة عالية جدا. بدأوا بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع، بعد كده بدأوا يضربوا طلقات خرطوش، بعد كده في نفس الوقت تقريبا بدأوا يضربوا الطلقات الحية. الكلام ده كان تقريبا الساعة 7، يبعد عن مدخل ميدان رابعة العدوية من ناحية المنصة ومن ناحية النصب التذكاري حوالي 100 متر من الجنبين، سواء الجنب وانت رايح على صلاح سالم او انت رايح على مصطفى النحاس. بعد كده ظهرت الجرافات عشان تبدأ تشيل السواتر اللي المتظاهرين عاملينها. بدأ هجوم الجرافات، فعلا استطاعت ان هي تشيل كل السواتر في شارع يوسف عباس وتصل للمدخل الرئيسي لرابعة العدوية. مع دخول الجرافات للمدخل الرئيسي للرابعة العدوية من ناحية النصب التذكاري، بدأت المدرعات بتاعة الشرطة تقترب من الميدان مع قنابل غاز كثيف جدا، قنابل يعني غاز غير طبيعي، كميات غير طبيعية، بدأوا يطلقوها على المتظاهرين في مدخل الميدان. كان الكلام ده تقريبا لغاية الساعة 8 صباحا، لم تستطع قوات الشرطة ولا قوات الجيش اللي تقترب من المدخل الرئيسي للميدان، فلجأوا للرصاص الحي، وبدأ أول المتظاهرين يسقطهم تباعا بدءا من الساعة 8 صباحا في ميدان رابعة العدوية من مدخل شارع يوسف عباس. كنت واقف وراء أحد السواتر الرملية بصور بالكاميرا بتاعتي، فكنت ضارب زوم كبير جدا على العربية اللي واقفة في مدخل ميدان، ضابط طالع من عربية مدرعة وماسك الرشاش الآلي وقعد بيضرب في الناس. بمجرد ما الناس اللي تحاول بس اللي هو يطلع عشان يحذف طوبة يمنع بيها دخول القوات للميدان، كان على طول بيطلع من الرشاش ويبدأ يقنصه قنص حقيقي، يعني هو ما بيضربش في الهواء ولا بيضرب هو يخوف، لا هو بيضرب على الناس وبيضرب على صدور المتظاهرين. في الوقت ده شافني وأنا بصور، بدأ يضرب عليا بصورة أنا بسميها منتهى الغل، وهو بيضرب من الآلي بتاعه. شافني، شاف الكاميرا، مجرد ما شاف الكاميرا وأنا واقف ورا الساتر، كمية الرصاص اللي ضربت على الساتر كان بتخلي الساتر المكون من شكاير الرمل اللي المعتصمين كانوا عاملينها في مدخل ميدان رابعة العدوية بدأ يهتز من كثرة الرصاص. فضل تقريبا نصف ساعة يضرب عليها وأنا واقف في المكان ده وبيضرب. في الحالات دي طبعا بين لحظة والتانية بتسمع صراخ الناس اللي بتموت، وأنت بتبص يمين وتبص شمال بتلاقي ناس بتسقط مصابة بطلقات نارية في الرأس وفي منطقة الصدر. زي ما أنا قلت كان في ضرب جاي من ثلاث جهات، جاي من شارع النصر وشارع يوسف عباس من اتجاهين، سواء أنت رايح لمصطفى النحاس أو أنت رايح لصلاح سالم، فكمية الناس اللي كانت بتسقط في الوقت ده كمية كبيرة جدا. كان في إحدى المعتصمات واقفة بتجهز كمامات بالخل وكمامات بالحاجة الساعة للناس عشان كمية الغاز اللي بتضرب علينا، شافوا الخيمة وشافوا الترابيزة وهي محطوط عليها الخل ومحطوط عليها حاجة ساعة، ضربوا عليها في الوقت ده 4 قنابل غاز مسيلة للدموع. حاجة البنت ساعتها سقطت ونامت على الأرض، شالوها وخدوها في عربية. لما شافني وأنا بصوره بالكاميرا في اللحظة ديت، كنا تقريبا وصلنا للساعة 10:30 صباحا، كمية الناس كانت، كمية الناس اللي بتسقط من الرصاص والضرب النار الحية على الصدور وعلى الرؤوس كمية كبيرة جدا، لدرجة ان انا كنت متحير يا ترى اصور الناس وهما بيضربهم ولا اصور كمية القتلى وكمية المصابين اللي انت ممكن تتخيلها. لما تتخيل ان انت تشوف واحد رجله مقطوعة من طلقة ضربت عليه، لما تتخيل انك تشوف واحد دماغه المخ بتاعه طار من ما عادش خلاص، يعني ما عادش دماغه ما عادش بقى حاجة، كنت في حيرة اصور ايه؟ يعني هي مجزرة وهو داخل يبيدك مش عايز اي حد يطلع حتى مصاب.
في الوقت ده بدا يضرب كميه رصاص وكميه خرطوش عليا في المكان اللي انا واقف فيه، فالناس المتظاهرين حواليا خلي بالك بيضرب عليك بيضرب عليك، حاول تغير المكان بتاعك، هو قصدك انت بالكاميرا. فبالفعل اتنقلت بالكاميرا لمكان كان فيه عربيه بتاعت احد المواطنين واقف بتاع المعتصمين، بحيث لو في حد مصاب او في اي حد يشيله في العربيه يوديه المستشفى الميداني. في اللحظه ديت انا اتنقلت من المكان من ورا الساتر، وقفت ورا العربيه بحيث ان ابدا اصور بالكاميرا بتاعتي دخول القوات وهي داخله بتقتل في الناس وداخله ميدان رابعه العلويه من ناحيه يوسف عباس. في اللحظه اللي اتنقلت فيها كانت رجلي اليمين خارج العربيه كانت ظاهره له، في لحظه لقيته ضرب عليا طلقه حقيقيه دخلت تحت الركبه في منطقه الساق، دخلت تحت الركبه ووقعت على الارض، فلقيت كميه خرطوش كبيره جدا اتضربت على رجلي ومنطقه الركبه اليمين اللي هي كانت هو شايفها وانا مستخبي ولا العربيه وانا بصوره. الناس شالوني في الوقت ده وودوني المستشفى الميدان. انا كنت معتقد ان باقي الميدان في اللحظه دي ثابت وهما ما دخلوش من ناحيه يوسف عباس، كانوا واقفين على الحدود، فمعتقد وانا واقف في المكان ده ان هما فعلا في بقيه الاتجاهات بتاعه الميدان ما دخلوش منها. لما وصلت عند المنصه الرئيسيه لقيتهم استطاعوا ان هم يحرقوا كل الخيام بتاعه المعتصمين، بدايه من شارع عباس العقاد اللي هي الناحيه اللي انا عكس اللي انا كنت واقف فيها لغايه المنصه الرئيسيه. وصلت المستشفى الميداني في اللحظه ديت كانت رجلي اليمين خلاص انا مش حاسس بيها من الطلقه الرصاص والخرطوش اللي اتضرب عليها، البنطلون بتاعي كان كل دم، كميه الدم اللي خرجت كانت عباره عن نافوره دم طالعه من رجلي. وصلت المستشفى الميداني لقيتهم بيقولوا حاول تروح مكان تاني لان مفيش مكان جوه اصلا في المستشفى الميداني انك تدخل. في اللحظه ديت انا مش عارف اروح فين، ما معيش حد، موضوع جميع المراسلين اللي معايا انا مش عارف اوصل لهم، الشبكه بتاعه المحمول مش عارفين نتصل لحد، كانت شبه مقطوعه، مفيش اي شبكه بتجمع معانا نهائي في المكان. فكان النتيجه لازم ادخل المستشفى الميداني، يعني انا مفيش مكان تاني اروح له، خاصه اللي هم في الفتره دي كانوا مانعين عربيات الاسعاف اللي هي تدخل لميدان رابعه العدويه تشيل حتى المصابين. دخلت المستشفى الميداني، اتنين من المعتصمين شالوني دخلوني جوه، كمية الناس اللي موجودة الأطباء أنت ما تعرفش مين الطبيب من مين المصاب أو مين الشخص العادي المعتصم اللي بيشيل المصابين من كثرة المصابين المرميين على الأرض، كمية غير عادية، الناس إصابات زي ما قلت في الصدر، إصابات في الرأس، نايمين، كمية دم مالية المكان. في الوقت ده اتحولت طبعا المستشفى الميداني قاعة 2 اللي كان فيها المركز الإعلامي وقاعة 3 اللي فيها المركز الإعلامي والطرقة اللي راحة بتربط بين الثلاث أماكن دول كلها ناس مصابين ودم بيطلع، ناس منظر غير طبيعي. في الوقت ده مفيش حد يعالجني، ففضلت قاعد، احد الدكاتره جاب مجموعه من الشاش والقطن قال لي اكتم بيها مكان النزيف بحيث انك تفضل فايق وحي. بعد كده معرفش ايه اللي حصل، يعني اغمى عليا، صحيت لقيت الدكتور بيفوقني وبربط رجلي برباط ضاغط بحيث ان هو يوقف النزيف. قابلني في الوقت ده الدكتور محمد البلتاجي، تقريبا الكلام ده كان بعد صلاه الظهر، فضل يحضنني ويقول لي اصبر ان شاء الله ربنا يعني يثيبك على هذا الامر، وان شاء الله اصابتك ديت يعني تؤجر عليها ان شاء الله. بنته في الوقت ده كانت استشهدت، ومع ذلك الدكتور محمد بلتاجي ماشي يسلم على الناس ويشد من ازق المصابين اللي موجودين داخل المستشفى الميداني. كان من ضمن المناظر اللي شفتها كان هناك احد برضو الزملاء اللي انا اعرفهم كان واخد اصابه في اليد، هذا الرجل من بورسعيد واخد اصابه في ايده، لدرجه ان كلمته وكلمني بصوره كويسه جدا قال لي انا كويس، خلي بالك انت من نفسك، انا مفيش عندي اصابه بسيطه جدا وانا هقوم. عرفت بعد كده ان هذا الرجل هو اسمه ابراهيم محمود استشهد متاثرا بالاصابه اللي جت في كتفه نتيجه لو قاعد ينزف والاطباء مش عارفين يطلعوه بره المستشفى الميداني عشان يطلع يتعالج بره من كثره النزيف، مات ابراهيم محمود لغايه لما سابوه اللي هو ينزل. في الفتره اللي هي لغايه العصر بدانا في الفتره دي قالوا خلاص هم دخلوا على الميدان وخلاص قربوا من المنصه وهيقتلوكم، فحاولوا من اللي معاه مصاب يطلعهم او اللي معاه حد يمشي بيه، فكنا اربعه زملاء كانوا موجودين معايا فعكست عليهم وخليني قلت لهم يعني ودوني المستشفى اللي هي مركز رابعه الطبي على الاقل ده مكان هم مش هيدخلوا يموتوا اللي فيه، وده كان اعتقاد خاطئ، انا معتقد ان هم لو في مصاب مش هيقتلوا، ولكن لما سمعت بعد كده ان هم كانوا بيقتلوا المصابين فكان طبعا تفكير خاطئ مني. قلت لهم ودوني مستشفى مركز رابعه بحيث انا لما اروح مركز رابعه ابقى في المستشفى، حتى لو موتوني او حتى حرقوني اهلي يقدروا يرجعوا المستشفى في مركز رابعه ويتعرفوا على جثتي. في اللحظه ديت احنا دخلنا خلاص هم دخلوا المستشفى الميداني، بداوا يخلمونها الاطباء، بداوا يقتلوا المصاب اللي هو يكون يعني خلاص مش قادر يتحرك فيبداوا يقتلوه.
ايه؟ خرجنا من قاع 3 كنا خلف مسجد ربعه العدويه، تحديدا في المكان اللي ورا المنصه. كان الكلام ده تقريبا من الساعه 4:30 لغايه الساعه 5 العصر، موجودين في المكان ده، احنا مش عارفين نروح فين. كانوا القناصه التابعه للجيش والقوات المسلحه طلعوا من فوق المباني القريبه، وبقينا موجودين حوالي من 1000 ل 2000 واحد في المكان اللي ورا المنصه خلف مسجد ربعه العدويه، في المكان او في الطرقه اللي فاصله بين مسجد ربعه العدويه ومركز ربعه العدويه الطبي. فقلت لهم دخلوني المركز. دخلنا المركز، كان قدامنا 4 شايلين احد المصابين على نقاله. فبمجرد ان هم وصلوا لمركز ربعه الطبي وداخلين طالعين على السلم، كانوا قدامي مباشره، هم شايلين المصاب وداخلين بربعه العدويه، وانا معايا زميلي متكئ عليه ومدخلين ربعه العدويه. واحنا موجودين على السلم يعني افاجئ بطلقتين يجوا في الاثنين القدام اللي شايلين المصاب، طلقتين يجوا فيه، فالجثه تقع منهم على الارض، المصاب يصاب ويقع منهم على الارض. ففي اللحظه ديت المصاب قام على يعني قاعد وبيشد من اصابته، كان واخد طلقه في كتفه وبيقول اه وبيتالم من اصابته، لو فجأة في طلقه ثانيه وهو مصاب ياخدها في صدره فيقوم ميت في الحال. فكان قدامي، ففي راجل ورايا بيقول لي عدين يا ابني خلينا ندخل المستشفى. قلت له ما تعديش يا حاج هيموتوك. يا دوبك ميلت وهو بعدي قام واخد الطلقه بظهره قام واقع قدامي. يعني 4 افراد في لحظه واحده وهم داخلين مركز طبي، داخلين يتعالجوا من اصابتهم وشايلين مصاب يدخل في اللحظه ديت. الناس كلها نايمه على الارض، زي ما 1000 واحد 2000 واحد من 1000 ل 2000 واحد نايمين على الارض مش عارفين يروحوا فين. يعني من هول اللي هم شايفينه الناس جالها كانه شلل مش عارفين يتحركوا. فاقول لهم يا جماعه ادخلوا يمين احنا هنموت، ادخلوا يمين ادخلوا جوه الجامع عشان بس ما نموتش وما يقتلوناش. الناس واقفه ما بتتحركش لغايه لما بدا واحد يزق فيهم يا جماعه خش يمين، بداوا يزقهم، فبدأ الناس بدات تتحرك وبدات تدخل يمين بحيث ان احنا نتستر خلف الجامع عشان الرصاص اللي جاي علينا من المستشفى الميداني. في اللحظه ديت هو بدا مش شايف الناس اللي ورا المستشفى الميداني اللي ورا الجامع، فبدا يضرب النار على اجهزه التكييف، الجهاز الكمبروسر اللي ورا بتاع التكييف، فيطلع هواء ويطلع صوت كبير جدا، الناس تحس بالرعب. ففضلنا محتارين نروح فين. دخلنا الجامع الناس بتقتل فينا، الضرب جاي لك من كل مكان، جاي لك من مبنى الشؤون الماليه بتاع القوات المسلحه اللي في شارع الطيران، جاي لك من مستشفى التامين، جاي لك من العمارات اللي ورا مركز ربعه الطبي، في كل الضرب جاي لك من كل مكان، انت خلاص مش عارف. لقيت احدى الامهات معاها 2 بناتها يعني سندهم على صدرها كده وابتسامه جميله وقاعده بتطبطب عليهم وبتقرا قران وبتقول لهم اثبتوا وبتقراهم قران، وبناتها الاثنين تقريبا في السنه وقفوا في الجامعه قاعدين بيضحكوا ويبتسموا وكان ما فيش ضربه، كانهم عايشين في جو تاني خالص بعيد عن الضرب بالنار، مش عارفين يروحوا فين، هم هيطلعوا يمين هيتضربوا بالنار هيرجعوا. الست قاعده بتثبت في اولادها البنات لغايه لما احنا عدناهم ودخلنا مسجد ربعه العدويه. ففي الفتره ديت قالوا لنا ده هم خلاص وصلوا المنصة بيحرقوا فيها وهيدخلوا عليكم مسجد ربعة العدوية يحرقوكم. في اللحظة ديت انت واقف في المكان بالظبط في مسجد ربعة العدوية خلف المنصة، المسجد على ايدك اليمين وجدار او سور الجامع من على شارع الطيران على ايدك الشمال، واحنا وشنا للمنصة. في اللحظة بدأ الضرب يجي لك، هم قربوا دخلوا الجامع ودخلوا على الحديقة بتاعت مسجد ربعة العدوية، فبدأوا يضربوا من ورا الخيام، هم خايفين يكون في حد جوه الخيام المعتصمين، فهو من ورا الخيمة بدأ يضرب بالنار، بدأ يضرب بالآلي، فأنت في لحظة بتلاقي الناس بتقع حواليك، فما كانش في حل، فالحل إحنا نمنع على الأرض ونمنع على بطننا، خلاص إحنا كده خلاص أيقنا إن إحنا مش هنطلع من ميدان ربعة العدوية غير ميتين، فقعدنا وخلاص الناس كلها استكانت. في اللحظه من بين 5:30 لساعه 6 كنا موجودين في المكان اللي هو اللي ورا المنصه الرئيسيه في الحديقه بتاعه ربعه العدويه، هم خلاص وصلوا المستشفى الميداني وبداوا يقتلوا في الناس ووصلوا مسجد ربعه العدويه وحرقوا المنصه الرئيسيه. فواحد من المعتصمين قال يا جماعه احنا كده كده ميتين، فتعالوا نعمل مسيره ونطلع بيها من شارع الطيران، لو اتقتلنا اهو خلاص احنا كده كده هنتقتل واحنا ماشيين طالما اللي هم يقتلونا واحنا قاعدين. وبالفعل خرجنا في مسيره، كنا عدد من الناس، كنت انا يعني وزميلي اللي انا هو ساندني عشان نطلع من ميدان ربعه العدويه، كان قدامنا راجل وزوجته هو ماسك زوجته وبيطلع بيجري بيها، وكنت انا وزميلي ده بتكئ عليه وطالعين نجري من شارع الطيران، هو ساندني وطالعين نجري. في الوقت ده كان في عماره لسه في شارع الطيران بتتبنى تحت الانشاء، كانت القوات الخاصه والقناصه اعتلوا العماره كلها وبداوا يضربوا علينا نار، رصاص القناصه ان سمع الطلقه جنب ودني بيضرب عليها رصاصه فوق ورصاصه تحت رجلي وكانه بيقول لي انا لو عايز هموتك هموتك بس انا هسيبك تعدي. فضلنا نجري من اللحظه اللي خرجت فيها من مسجد ربعه العدويه لغايه لما وصلت للعماره ديت عشان ادخل يمين،
في اللحظه ديت هو بيضرب عليا نار، رصاصه فوق دماغي ورصاصه تحت رجلي بالتناوب، مش عايز لغايه لما طلعت وعديت العماره ولقينا مجموعه من الناس اللي خرجوا من الاعتصام في الفتره ديت، كان تقريبا الساعه 6، خرجنا مع بعض في مسيره لحد شارع مصطفى النحاس وعباس العقاد، والفتره ديت اللي احنا قدرنا ان احنا نتحرك بيها. كنت انا مصاب، كان فيه معايا ثلاثة تانيين من محافظات مختلفة مش عارفين يروحوا فين، ما معهمش فلوس، ماشيين بهدوم الاعتصام والدم عليها، لدرجة انهم بدأوا يستلفوا فلوس من الناس اللي موجودة بيحسوا ان هم يرجعوا بيوتهم. احد السيارات شافنا في المنظر ده، الراجل وقف لنا قال انتوا عايزين تروحوا فين؟ فقلت له ابعدنا عن مدينة نصر خالص، لان هم دلوقتي واقفين يعني بيقبضهم على اي حد طالع من رابعة العدوية، بيبدأوا اللي هم يقبضوا عليه، فبعدنا خالص عن مدينة نصر في اي مكان بحيث ان احنا نقدر نأمن، احنا خلاص امننا من القتل فعايزين نأمن نفسنا اللي احنا ما اتقبضش علينا. ما شاهدته في رابعة العدوية حتى الان لا انساه ولن انساه طوال حياتي، كانت عملية ابادة حقيقية. الجيش والشرطة كانوا عايزين يموتوا كل اللي في رابعة العدوية عشان مش حد يحكي اللي احنا بنحكيه دلوقتي.